مبكر من بين بصفه راسيه لم يترك اي فرصه للحارس. هدف قبل لا شيء، وبعد دقيقتين فقط تمكن من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد. إثنتا عشرة دقيقة وهدف ثالث هذه المرة لبنزيما بعد تمريرة من بيل. دقيقة الثامنة عشرة كريستيانو رونالدو يعود ويسجل هدف الريال الرابع والثاني له بعد تمريرة ممتازة من كارفاخال. بنزيما عاد ايضا ليسجل هدفا في الدقيقه 48 بعد التمريره الرائعه من اسكو صانع العاب الاكس. خفت تدافق قبل لا شيء اذا هي نتيجه الشوط الاول. في الشوط الثاني والدقيقه 68 تمكن